رمى الفلوس في الزبالة. كواليس سرقة خزينة شركة في الدقي. كشفت تحريات إدارة المباحث الجنائية بالجيزة عن ملابسات سرقة شركة خاصة بحي الدقي وسط المحافظة. واصلت تحريات العميد عمر حجازي رئيس قطاع الشمال أن المتهم تسلل إلى الشركة من الباب الخلفي للمكتب الموجود داخل الخزينة، وبعد تنفيذ جريمته ومغادرته المكان تخلص من المبلغ المسروق بالقمامة خشية من افتضاح أمره. اخطار تلقاه اللواء هشام أبو النصر مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة مفاده بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بسرقة خزينة الشركة الخاصة نطاق قسم شرطة الدقي. سرعان ما انتقل المقدم عمر فاروق رئيس مباحث قسم الشرطة الدقي والقوى المرافقة له إلى مكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين سرقة خزينة الإدارة المالية لمجموعة مدارس مانورس هاويس. وبالفحص والمعاينة تبين عدم وجود أي أثار كسر بأبواب أو نوافذ المكتب، ما يثير إلى أن الجاني ليس غريبا. وبإجراء تحريات المباحث وفحص كاميرات المراقبة بمحيط الشركة تبين أن المتهم مندوب مشتريات بالشركة محل البلاغ. وتمكنت القوات من القبض على المتهم بمواجهته أقر بارتكابها على النحو المشار إليه، وبإرشاده تم استعادة المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.